لم يدرك النظام حتى الآن وبعد 7 سنوات من الثورة عليه وعلى أفرعه الأمنية بأن عمليات القمع التي ينتهجها ضد المدنيين في مناطق سيطرته لم تجد نفعا. وهنا الحديث عن ممارسات جديدة تعبر عن مدى استمرار هذا النظام بسياسته القمعية من خلال تقييد الحريات وفرض رقابة صارمة على كل شاردة وواردة. فالموقع الموالي داماس بوست يؤكد عزم مديرية التربية في دمشق منع المدارس التابعة لها من إنشاء صفحات خاصة على الفيسبوك دون الرجوع لدائرة المعلوماتية التابعة لوزارة التربية. واشترطت المديرية بأن يتم مراقبة التعليقات المنشورة على تلك الصفحات في حال تمت الموافقة على إنشاء تلك الصفحات. موالون للنظام شنوا هجوما على هذا القرار، حيث علق رئيس لجنة معايير الإعلام الإلكتروني في اتحاد الصحفيين التابع للنظام حسين الإبراهيم بأن سياسة القمع والمنع تجري في عروق كثير من المسؤولين، فيما كشف آخرون عن مدى انحطاط العملية التربوية في مناطق سيطرة النظام في ظل تفشي الفساد داخل مؤسسة وزارة التربية والتعليم التابعة لنظام الأسد وخضوعها التام لأجهزة المخابرات والأفرع الأمنية.